حيو. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب اليوم بإذن الله هنعرض بعض العقل ما شاء الله تبارك الله إلا موجودة عندنا، معقلينها ونشوفها من إنتاج صديق البيئة، حياكم الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بهذه اللي هي فيليادندرون ريد كونغو، من النوادر تقريبا في العالم ومن النوادر كذلك في السوق المحلي. ما شاء الله تبارك الله مجذرة كيف في الاسباق ناموس، حتى جذورها الهوائية بدأت تطلع في الخارج. هذه الورقة الأصلية الكبيرة ما شاء الله تبارك الله، وهذه هي العقلة ما شاء الله جاية في حوض أبيض جميل من الآخر، لا تفوتك ولا تفوتها. وما شاء الله تبارك الله نبات الزامية الغني عن التعريف، يسمى زيزي بلانت، من النباتات الفاخرة المميزة القوية جدا اللي ممكن تتحمل العطش إلين 30 يوم. هذه لونها أسود ما شاء الله تبارك الله، اللون القاتم، مجزرة زي ما احنا شايفينها في الفلات موس، تجديرنا صديق البيئة ما شاء الله تبارك الله، عقلة جميلة نظيفة ومميزة. كذلك هنرجع نقول لك الكلمة المعتادة، لا تفوتها. وهذه ما شاء الله تبارك الله، نشوف نسبة الفريجيشن فيها أو الألوان، اللي هي سانجونيوم ألبو، تعتبر من النباتات القوية جدا، زيها زي نبات البوتس وزيها زي نباتات الفيليادندرون، يهوها اللي هم هواة النباتات. نشوفها ما شاء الله تبارك الله مجذرة كذلك في الفلات موس، النمو الجديدة ما شاء الله تبارك الله، ألوانها القوية الجميلة. طبعا هذه في ناس يحب انه يمتلك النباتات هذه النادرة، ولكن ممكن ما يكون عنده مساحة كافية ولا يكون عنده القيمة الكافية لهذا النبات النادر، فلا تفوتها. هذه ما شاء الله تبارك الله للناس اللي يهوا الزجاجات، في ناس تهوى انها تزرع في زجاجات، او تهوى كذلك انه تمتلك تحفة جميلة ما شاء الله تبارك الله زي هذه، شايفينها مجذرة، شوف جذورها في الداخل ما شاء الله تبارك الله، هذا الأبيض مجذرة في الداخل، كذلك في الفلات موس ما شاء الله تبارك الله على ألوانها وروعتها، ممكن تحطها في ركن الكوفي، ممكن تهديها لأحد، ممكن تحتفظ بيها لنفسك. شوف جذورها كيف ما شاء الله تبارك الله في الداخل، لا تفوتك بصراحة، تحفة للناس اللي تهوى الشيء المميز. نرجع مرة أخرى لنباتات الفيليادندرون الغنية عن التعريف، من النباتات القوية جدا ما شاء الله تبارك الله على هذه من النوادر في العالم، اللي هي سيبو بلو. وبرضو دائما بيحصل اختلافات بيني وبين بعض الأشخاص، يقول لك لا هذه بوتس، لا هذه ما أعرف إيش، هي نوع من أنواع الفيليادندرون اسمها سيبو بلو. شوف كيف ما شاء الله تبارك الله جذورها، شوف جذورها الهوائية ما شاء الله تبارك الله، مجذرة في الإسباق ناموس، صحتها ممتازة جدا. كذلك نرجع نقول للناس اللي حابة تمتلك نوادر وبأسعار طيبة وأحجام صغيرة عشان المساحات، كذلك ممكن تستخدمها عندك يا حبيبي في دواليب في أي مكان ممكن توضعها.